أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الدقائق الإخبارية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة أن بناء جيش وطني قوي يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستعادة مؤسساتها المختطفة ومواجهة التحديات المختلفة. وشدد اللواء العرادة في كلمته بحفل تخرج دورات الفصل الثالث من المدارس التخصصية لهيئة العمليات بمدينة مأرب على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة والأمن. وأكد اللواء العرادة على تطوير المنظومات والاستراتيجية العسكرية بما يتناسب مع تحديات الحروب المستقبلية، بدءا من الأنظمة الإلكترونية المتقدمة إلى الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية والأمن السيبراني. وبين اللواء العرادة أن فترة التدريب تمثل فرصة لتشكيل عقلية المقاتل وترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح المسؤولية لديه، كون القوة الحقيقية تأتي من الانضباط والالتزام والولاء لله والوطن والتمسك بالمبادئ والثوابت. وخاطب اللواء العرادة أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية قائلا: أنتم صمام أمان اليمن وحصنه المنيع، ونحن على يقين أن جهودكم ستثمر في هزيمة المشاريع الظلامية والميليشيات الإرهابية وتحقيق النصر المبين. أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ارتفاع حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة خلال شهر أغسطس الماضي. وقال برنامج الغذاء العالمي للمرة الرابعة على التوالي: ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من استهلاك غذائي غير كاف إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن، حيث وصلت إلى 64% في أغسطس 2024. وأوضح البرنامج أن معدلات الحرمان الغذائي الشديد زادت في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة مضاعفة تقريبا مقارنة بالعام الماضي. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن النازحين من أكثر الفئات تضررا في اليمن، حيث تضاعف تقريبا مستوى الحرمان الشديد من الغذاء خلال العام الماضي وكان أعلى بشكل ملحوظ من المقيمين. يشكو النازحون في موزع غربي تعز من غياب المنظمات الإغاثية وتفاقم معاناتهم جراء استمرار الحرب والحصار الحوثي على المحافظة وعدم قدرتهم للعودة إلى منازلهم. وطالب النازحون المنظمات الإغاثية والجهات الحكومية إلى التدخل للتخفيف من معاناتهم المستمرة منذ سنوات. هؤلاء النازحون من سنوات في مديرية موزع غرب تعز ومن عزلة العوشقة المحاذية لخطوط النار بين مقبنة وموزع، حيث توجد مخيمات النازحين من أبناء تلك العزلة ولم يستطيعوا العودة إلى منازلهم نتيجة استمرار الحرب. مخيمات موزع يعتبر هي الأكثر احتياجا في مخيمات الساحل الغربي وخاصة محافظة تعز. هذه المخيمات ما فيش استهداف لها من قبل المنظمة الإنسانية كباقي المديريات. مخيمات موزع خاصة احتياجاتها في قطاعات الوش، المياه، السلال الغذائية، الإيواء، ما فيش اضطراب حقهم. تصور أنه آخر قبل أكثر من سنتين آخر استهداف لهم بالمخيمات والطرابيل. نتمنى من الجهات الإنسانية التركيز على مخيمات موزع فهي الأكثر احتياجا. معاناة مستمرة يعانيها النازحون في المخيمات في ظل كوارث السيول التي وصلت إلى أماكنهم مؤخرا، بالإضافة إلى غياب الغذاء وغيرها من المتطلبات. أنا واضحة معاناة النازح والمهجر يعني من الحرب هذه 10 سنوات على التوالي، ونحن في يعني وضع مزري باين قدامك، من ناحية بيوت، من ناحية يعني أوضاع معيشة وغلاء معيشة، ونعمل يعني الخير الكثير إن شاء الله في المانحين والناس الفاعلين الخير إن ينظروا لنا نظرة نظرة يعني طيبة للناس هذول المحرومين، والشيء باين قدامكم. أماكنها ما زالت عندها يعني خط نار مثارس. النزوح يعني تعب، تنقل زي ما البدو الرحل من مكان لمكان، تحت شجرة لا تحت شجرة، هكذا ساعة تصلح بها خيمة وساعة ريح يطير بها. مناطق منها معك أكثر من 9 قرى هنا بجانبه، معك قرية الحرزة، الصوفة، الرشاح الأعلى، الرشاح الأسفل، البرادة، الكاذية، مناطق كثيرة حواليها، هذا يعتبر خط نار، هذا ما نقدر نقترب، نحن نفرق البلاء مناطق من بعيد ما نقدر نقرب عليها.
جميع حقوقنا هناك انتهبت من يعني ارض لا نقدر نقربها، بيوت خربت واحتلوا الكل ما فيها. اللهم مشينا باطفالنا وملابسنا الشخصيه ولا معنا اي شيء. نحن نازحين مفرق المخاء، نحتاج مخيم، نحتاج فلوس، نحتاج قنابل، نحتاج موزع ضايع، نحتاج اي كل حاجه، ما فيش عندنا شيء. نحن نازحين في المكان هذا صحراء، الدنيا صحراء، ما فيش عندنا اي حاجه. وفي ظل هذه الاوضاع الماساويه يناشد النازحون في موزع بسرعه تقدم القوات الشرعيه لتحرير ما تبقى من تلك المناطق حتى يتمكنوا من العوده الى منازلهم، بالإضافة إلى ضرورة تواجد المنظمات والجهات لمساعدتهم حتى يستطيعوا مقاومة هذه الظروف. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. احتفلت مدرسة 26 من سبتمبر بأعياد الثورة اليمنية بعرض كرنفالي شبابي أقامه طلاب المدرسة وسط حضور قيادة السلطة المحلية بمديرية المظفر وأهالي المنطقة. لوي الصادق يدخل مدرسته 26 سبتمبر بمديرية المظفر بتعز بيوم مختلف عن بقية الأيام، وقد أعد مع زملائه حفلا بهيجا دعي له مسؤولي السلطة المحلية وأولياء الأمور والكثير من الضيوف كأغلى يوم في حياة اليمنيين. هذا يوم خالد وعظيم بالنسبة لليمنيين، نقطة تحول بالنسبة لليمن والانعتاق من الشر والكهنوت والظلم، ونحن في هذا اليوم نحتفل بهذا الحفل أو اليوم العظيم بالنسبة لليمن واليمنيين كافة وفي المدارس أيضا. لوي أحد نجوم الحفل الذي لن يكتمل إلا بصوته وهو يتغنى ويردد صوت الأرض والإنسان. هذا يوم مبارك تحررت فيه كبرياء الشعب وانتفضت فيه إرادة الشعب وخرج الشعب يختار من يحكمه بنفسه. هذا اليوم سيبقى خالد الساعات واللحظات، هذه اللحظات تم تسجيلها عبر الزمن لمدة 62 سنة. جيل تشرب مبادئ الثورة مع حليب الأمهات، لذا يرفضون الأفكار الرجعية المتخلفة المرتبطة بالفرس وخرافات الأزمنة البائدة، ومتعطشون للعلم والمعرفة والتقدم ومنافسة الأمم بأهداف عظام لا بما تغرسه الميليشيات الطائفية اليوم بأن أعضاءها سادة وبقية الشعب اليمني خداما لها. وكما يبدو بأن وهج وألق 26 سبتمبر والاحتفاء بها لن تتوقف. نعيش هذه الأيام الأجواء الاحتفالية بثورة الثاني والستين لثورة بالذكرى الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة، لنؤكد أننا ثوريون جمهوريون متمسكين بأهداف ونضالات شهداء الثورات اليمنية، ولن تخفض راية سبتمبر الجمهورية ما دامت أرواحنا تنبض بالحياة. مظاهر وطنية عكست عمق انتماء هذه المدينة للثورة والجمهورية، وهو تجديد للعهد من جيل تشرب أفكار الحرية والكرامة ولن يتنازل عنها مهما كان الثمن. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز. قال رئيس دائرة التوجيه بإصلاح المهرة عوض العفاري إن ثورة 26 من سبتمبر حررت الشعب من الاستبداد الإمامي وأخرجت اليمن من عزلة الكهنوت إلى فضاء الحرية. وأضاف العفاري في تصريح لقناة سهيل أن المواطنين في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي يعيشون أوضاعا صعبة ويتعرضون للانتهاكات بشكل يومي، داعيان القوى الوطنية لمواصلة المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة. هذه الثورة المجيدة، هذه الثورة التي نقلت الشعب اليمني من الجهل والمرض، من الكهنوت والسلالية والتفريق بين الناس، سيد ومسود وقائد ومقود،
يعني تنكب اليمنيون الطريق وأيضا الكهنوت يعني استغلوا بساطة هذا الشعب وجاءت ثورة 26 سبتمبر وكان الإصلاح دور كبير مع غيره من الكوادر الوطنية الشهداء. اليوم نترحم على الشهداء في هذه الذكرى الذين سالت دماءهم في جبال وفي ربوع وفي أراضي وسهول وديان اليمن. اليوم لما نعيش الآن ونشوف السلالية تظهر بثوبها الجديد من وتستغل أيضا بابتذال تستغل بساطة الشعب وأيضا في نفس الوقت أيضا تجرعه المرارة، نعرف قيمة 26 سبتمبر ونعرف تضحيات رجالات 26 سبتمبر وكذلك الذين وضعوا هذه البذرة لهذه الثورة المجيدة التي أيضا كان لها أيضا صداها في 14 أكتوبر. لذلك الشعب اليمني حقيقة يعيش هذه الذكرى المجيدة ويتذكر هذه التضحيات العزيزة الغالية. وكان للإصلاح دور كبير مع غيره من رجالات العمل الوطني من وهو امتداد للزبيري والنعمان وغيرهم من الثوار الذين يعني ضحوا بأوقاتهم وضحوا بمهجهم وضحوا بأرواحهم وضحوا بأوقاتهم في سبيل هذا النصر المجيد الذي للأسف الشديد اليوم الكهنوت والسلالية والحوثية ترد الشعب اليمني مرة أخرى لهذا المرض، لهذا الجهل، للتخلف، للظلامية، للسلالية، التي يعني قد تنفس منها من خلال 26 سبتمبر. هذا اليوم الشعب اليمني مطالب أن ينفض عنه غبار هذه الغبار التنكب، غبار الوقوف، وأن يقف مع الدولة في استعادة الدولة حتى تعيش على ألق 26 سبتمبر وأهداف 26 سبتمبر. دعا سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي فرع المهرة محمد إبراهيم القوى الوطنية في الجنوب والشمال لاستعادة أمجاد الثورة السبتمبرية والقضاء على الميليشيات الحوثية. وقال إبراهيم إن الجنوب يعتبر عمق استراتيجي لشمال الوطن ولابد أن تتحد القوى السياسية لمواجهة الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة. نهني الشعب اليمني بمناسبة ثورة 26 سبتمبر، ثورة أكتوبر وثورة سبتمبر، طبعا في بينهم كان دعم متبادل يعني بين ثورة أكتوبر، ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر، ولهذا لابد أن يقوموا السبتمبريين وأن يعيدوا لها مجدها وأن يعيدوا لها اعتبارها، لابد أن يكون في هناك تعاون، ومتأكد أن الجنوب هو أيضا العمق الاستراتيجي للشمال برضه، والشمال أيضا، فإذا كان قوى وطنية موجودة في الشمال وإلى جانب القوى الوطنية الموجودة في الجنوب يتم فعلا استعادة أمجاد الثورة سبتمبر. ناقش محافظ تعز نبيل شمسان يوم أمس مع مدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد والقيادات التربوية بالمحافظة عددا من القضايا المتعلقة بالعملية التربوية وإصلاح الاختلالات. وشدد المحافظ شمسان على تلافي أي اختلالات في مسارات العملية التعليمية التي تشكل أهمية قصوى للتنمية والنهوض بعد الدمار الذي تسببت به الحرب واستهداف الميليشيات لهذه المحافظة وبنيتها التحتية. من جانبه استعرض مدير مكتب التربية والتعليم جهود المحافظ المكثفة إزاء مشكلة إسقاط المعدل التراكمي لطلاب الثانوية والإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح اختلالات العملية التعليمية في المدينة والمديريات. احتفت مدينة مأرب بزفاف 92 عريسا وعروسا من أبناء أمانة العاصمة من منتسبي القوات المسلحة والأمن في أجواء فرائحية بهيجة شهدت حضورا كبيرا من أهالي العرسان وأصدقائهم. وفي العرس الثالث والذي يقيمه مجلس الإسناد أكد وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف أن مشاريع الزواج الجماعي تعكس قيم الترابط والتكافل ولم الشمل في المجتمع وتمثل واحدة من الثوابت التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف. من جهته قال رئيس مجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة أحمد الأشول إن إقامة هذا العرس يأتي كنوع من رد الجميل وأداء الواجب تجاه هؤلاء المناضلين الذين قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، فمنهم أبناء الشهداء ومنهم الجرحى ومنهم الأسرى والمختطفين الذي غيبوا لسنوات في سجون الميليشيات.
في هذا اليوم السبتمبري يقيم مجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة العرس الجماعية الثالث لهؤلاء العرسان الأبطال من أبطال الجبهات والميادين المرابطين في الجبهات والميادين. نحتفل اليوم بهم، نبارك لهم، نتمنى لهم الفرح والسرور، ونرجو لهم التوفيق في حياتهم الزوجية السعيدة بإذن الله عز وجل. نشكر كل من دعم وشارك في إنجاح هذه الفعالية الرائعة، ونشكر الجميع على الحضور. وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر بتقديم الدعم المادي والمعنوي لنادي شباب سيحوت بعد فوزه ببطولة تصفيات الدرجة الثالثة لكرة القدم. وأكد المحافظ بن ياسر خلال لقائه بإدارة ولاعبي النادي أن السلطة المحلية تولي القطاع الرياضي اهتماما كبيرا لتشجيع المواهب في مختلف المجالات. من جانبه عبر رئيس نادي شباب سيحوت سعيد سالم عن شكره وتقديره للسلطة المحلية على جهودها ودعمها، لافتا إلى أن الحركة الرياضية في المحافظة شهدت تطورا ملحوظا. توج نادي السد مأرب بكأس 26 من سبتمبر لكرة اليد بعد فوزه على نادي سيئون حضرموت بالمباراة التي أقيمت في الصالة الرياضية في مأرب التي أقام فرع اتحاد كرة اليد بالمحافظة وبرعاية مكتب الشباب والرياضة. وانتهت المباراة النهائية لصالح نادي السد في مباراة احتفالية سادت فيها روح المنافسة الرياضية. سعداء في هذا المساء أن نحضر اختتام فعاليات ومباريات على كأس سبتمبر لكرة اليد الذي تقام بين نادي سيئون ونادي السد الرياضي. نهني النادي الفائز بهذا الفوز، ونبارك لشعبنا اعياد الثوره المباركه سبتمبر واكتوبر نوفمبر. احتفل فرع اتحاد كره اليد بمحافظه مأرب بالذكرى 62 لثوره 26 من سبتمبر باقامه كاس 26 سبتمبر لكره اليد بمباريات جمعت بين نادي السد مأرب ونادي سيئون من حضرموت، تخللها الروح الرياضيه و تبادل الخبرات والمنافع بين الفريقين، وأيضا استفاد اللاعبين بشكل كبير كون الفريق ضيف لدى محافظة مأرب. والحمد لله كانت المباريات جيدة، والجميع يعني يحتفل بالثورة 26 من سبتمبر بطريقته الخاصة كلا في ميدانه وفي موقعه. وهذا الاحتفال يؤكد أن جميع الشعب بجميع مكوناته وأطيافه يحتفل بالذكرى 62 بثورة 26 سبتمبر. انتهت الدقائق الإخبارية، في أمان الله.